بيبدأ الفيلم ببطل خارق اسمه ديدبول، وبيكون راكب تاكسي مع سواق هندي اسمه دوبندور، وبيشوف ديدبول صورة بنت جميلة فبيسأله مين البنت دي، فدوبندور بيعرفه ان البنت دي كانت حبيبته لكن ابن عمه سرقها منه لان هو شخص غني ووسيم. فديدبول بينصحه ما يغلطش غلطته لان هو كمان اتخلى عن حبيبته زمان وندم ندم شديد ان هو عمل كده، وبيطلب منه ما يستسلمش حتى لو اضطر ان هو يخطف ابن عمه ويعذبه لحد ما يسيبها. فبيشكره دوبندور على النصيحة وبيعد ان هو هيفكر في كلامه، وبعدها بيسأله هو ليه لابس البدلة الغريبة دي. فديدبول بيقوله لان وشه مشوه تماما وشكله مخيف، وحاليا هو رايح ينتقم من الشخص اللي عمل فيه كده. وقبل ما ينزل ديدبول من التاكسي بيكتشف ان هو نسي كل اسلحته ومش معاه غير مسدس واحد بس. وبعدها بيروح ديدبول يقعد على الجسر لوحده وبيستنى العصابة اللي هو جاي علشان يحاربها، وبعد كام دقيقة العصابة بتوصل وديدبول بينط على عربية العصابة وبيهجم عليهم وبيقدر يخلص على عدد كبير منهم، وبيفضل يدور على زعيم العصابة اللي اسمه أجاكس في كل مكان ولكن مش بيلاقيه. وفي نفس الوقت بنشوف بطل خارق اسمه كولوسوس، وبيكون كولوسوس بيتفرج على الأخبار وبيشوف ديدبول هو بيقتل الناس في الشوارع وأمريكا كلها بتتكلم عن اللي بيحصل. فبسرعة بيقوم كولوسوس من مكانه وبينادى على صاحبته البطلة الخارقة نيجاسونيك، وبيقولها ان هما لازم يروحوا لديدبول حالا ويوقفوه عن اللي بيعمله قبل ما يفضحهم. وبنرجع لديدبول تاني وبيكون لسه مستمر في قتال العصابة، لحد ما فجأة بيظهر أجاكس على الموتوسيكل بتاعه وبيضرب نار على ديدبول، لكن المفاجأة ان ديدبول مش بيحصل له حاجة ومش بيتأثر، وده لان اطراف ديدبول بتتجدد تاني حتى لو اتقطعت. فبنفهم ان هي دي قدرته الخارقة، وبنرجع بالزمن شوية علشان نفهم اكتر عن حكاية ديدبول، وبنعرف ان هو كان بيشتغل زمان مرتزقة محترف، وفي يوم بنشوفه هو رايح يهدد راجل متحرش علشان يبعد عن البنت اللي هو بيضايقها. فالبنت بتروح تحضنه وبتشكره على اللي هو عمله معاها. وبعد ما ديدبول بيخلص شغله بيروح يقعد في مالها ليلي لوحده، وبيتعرف هناك على بنت جميلة اسمها فينيسيا، وديدبول بيقع في حبها من اول نظرة ومش بيعدي وقت طويل وبيرتبطوا ببعض. وفي يوم بنشوف ديدبول قاعد في البيت مع فينيسيا وفجأة بيحس بألم شديد وبيفقد الوعي، فبسرعة بيتنقل للمستشفى، وهناك الدكتورة بتقوله ان هو مصاب بسرطانه في المرحلة الأخيرة ومفيش أي أمل ان هو يخف. فطبعا ديدبول بيتصدم صدمة عمره ومش بيقدر ينطق بولا كلمة. ففينيسيا بتسأل الدكتورة هم المفروض يبدأوا جلسات العلاج امتى، فالدكتورة بتقول لها ان في الحالات اللي زي دي مفيش أمل في العلاج. وديدبول بيتصدم أكتر وبيفضل باصص لحبيبته وبيكون حزين لأن هو مش عاوز يسيبها ويموت. بنرجع للحاضر تاني وبيقدر ديدبول يوقع أجاكس من على الموتوسيكل وبيفضل يضرب فيه بكل قوته علشان يرجع له شكل وشه الحقيقي. وبنعرف ان أجاكس هو اللي حول ديدبول لبطل خارق، لكنه كان السبب برضه في تشويه وشه وجسمه بالكامل، وعلشان كده ديدبول عاوز ينتقم منه. ومش بيعد وقت كبير وبيظهر كولوسوس وبيسحب ديدبول وبيحدفه بعيد. وبنرجع تاني للماضي وبيروح ديدبول يقعد في الملهى الليلي لوحده وهو حزين، فبيجي راجل غريب اسمه ريكوريتور يقابله وبيقول ان هو عارف ان هو مصاب بالسرطان وفي المرحلة الاخيرة، وبيفاجئ ان هو عنده علاج، وده لان هو شغال في تجربة بيحاول فيها الناس لابطال خارقين وبيقدر ان هو يخلي عندهم حصانة ضد الموت والامراض. فطبعا ديدبول بيستغرب من كلامه وبيحس ان هو راجل مجنون، فبيرفض عرضه وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بيرجع ديدبول لبيته وبيفضل يفكر في كلام ريكروتر طول الليل، لحد ما بيقرر يروح له علشان يساعده. فبيقوم ديدبول يلم هدومه وبيتسحب بالراحة بره البيت علشان حبيبته ما تسمعوش. وفي الوقت حاضر بيروح كولوسوس يتكلم مع ديدبول وبيعرض عليه ينضم الفريق ويكون بطل خارق حقيقي، وبيقول له ان هدف الابطال الخارقين انهم يساعدوا الناس والمجتمع، لكن اللي هو بيعمله ده عكس صفات الابطال الخارقين، وده لان هو بيقتل ناس كتير ملهمش ذنب. ولكن ديدبول بيرفض عرضه وبيستهزئ بيه وبيلف علشان يرجع يكمل ضربه في اجاكس، لكنه بيلاقيه هرب. فطبعا ديدبول بيتعصب وبيفضل يشتم ويضرب في كولوسوس، ولكن دراع ديدبول بيتكسر من اول ضربه، وده لان كولوسوس مصنوع من الحديد ومفيش حد يقدر يأذيه. فبيروح كولوسوس يكلبش ايده في ايد ديدبول وبياخده معاه، لكن ديدبول بيقطع ايده بالسكينة وبيهرب بسرعة وبينط فوق عربية نقل. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف ديدبول وهو مربوط في السرير وبيستعد للتجربة، وبيدخل عليه الدكتور اللي هيعمل له التجربة وبيكون هو نفسه أجاكس، وبيعرف ديدبول على زميلته أنجل وبيقول له ان هي كمان بطلة خارقة، وبيقول لديدبول ان الهدف من التجربة دي انهم يحولوا الناس العاديين لأشخاص عندهم قدرات خارقة، وده هيحصل عن
طريق تغيير الدي ان ايه بتاعه، وبيحذروا ان التجربه دي هتكون مؤلمه جدا لدرجه ان في ناس كتير بيموتوا بسببها. وبيعرف ديدبول ان هو كمان عنده قدره خارقه، وهي انه ما بيحسش بالالم نهائي. وبعدها بيبدا يحقن ديدبول بمصل غريب، وبعدها بياخدوا ديدبول وبيفضلوا يعذبوا فيه بشكل قاسي علشان يقتلوا كل المشاعر الانسانيه اللي جواه. وفي يوم بيفقد ديدبول السيطره على اعصابه بسبب قسوه التجربه، وبيفضل يشتم في اجاكس وبيسخر منه. فبيروح اجاكس يعرفوا انهم هنا بيصنعوا عبيد خارقين مش ابطال خارقين، وبعد كده بيبيعوا العبيد الخارقين دول، وبيطلب منه يتادب وهو بيتكلم معه احسن له، ولكن ديدبول بيرفض وبيكمل شتيمه واستهزاء بيه. وفي اللحظه دي بيقرر اجاكس ان هو يعمل عليه اخطر واخر مرحله في التجربه، فبيدخل ديدبول جوه كبسوله وبيقفل عليه، وبيبدا يسحب الاكسجين اللي موجود حواليه، وبيسيب بس نسبه بسيطه جدا من الاكسجين علشان ما يموتش. ومش بيعدي وقت طويل وبنشوف جلد ديدبول بيتاكل، ووشه كمان بيتحرق وبيتشوه. وبعد فتره بيروح اجاكس يفتح عليه الكبسوله وبيقول له ان هو كده تعالج خلاص من السرطان، ولكن ديدبول بيكون متعصب جدا لان هو اتشوه. فاجاكس بيقول له ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يرجعه لشكله الطبيعي من تاني، لكن هو مش هيعمل كده علشان يكون تحت طوعه طول عمره. وبتقرب انجل منه علشان تفكه، لكن ديدبول بيضربها في وشها وبيسرق منها عود كبريت. فبيقرروا يعاقبوه وبيقفلوا عليه الكبسوله ويسيبوه لوحده. وبعد شويه بيقدر ديدبول يولع عود الكبريت وبيرميه في الكبسوله، وفجاه المكان كله بينفجر. وبيسمع اجاكس صوت الانفجار فبينزل يشوف في ايه، وفجاه ديدبول بيهجم عليه وبيحصل بينهم اشتباك، لحد ما اجاكس بيجيب حديده وبيغرسها في جسم ديدبول وبيسيبه وبيمشي بسرعه. وتاني يوم بيفوق ديدبول وبيلاقي كل اصاباته اتعالجت، فبيستوعب ان هو بقى بطل خارق واكتسب قدرات خارقه، ومنها ان جسمه بيقدر يعالج نفسه من اي اصابات بيتعرض ليها، ده غير ان اطراف جسمه بتتجدد لوحدها لو اتقطعت. فبيقوم ديدبول يلبس هدومه وبيروح عند حبيبته، وبيفضل يراقبها من بعيد وبيكون خايف ان هي تشوف وشه، وبيلاحظ كمان ان الناس بيبصوا له بطريقه غريبه جدا، فبيفهم ان الناس قرفانين منه لان شكله بقى مشوه. فبيقرر ديدبول ان هو ما يروحش يواجه حبيبته لانه خايف ان هي ترفضه. وبعد كده بيروح ديدبول يقابل صاحبه ويزل وبيحكي له على كل حاجه حصلت، وبيقول له ان هو عاوز يوصل اجاكس في اسرع وقت علشان هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يرجعه لشكله الطبيعي. فبيقترح عليه صاحبه ان هو يصنع بدله لنفسه علشان محدش يعرف هويته الحقيقيه. فبيعجب ديدبول بالفكره دي وبيصنع بدله لونها احمر، وبيفضل يتعقب رجاله اجاكس في كل مكان، وبيخلص عليهم كلهم، لكنه مع الاسف مش بيقدر يوصل لاجاكس خالص، لحد ما في يوم قدر يوصل للريكروتر وعرف منه مكان اجاكس، وبعدها راح قابله وحصل بينهم المعركه اللي شفناها من شويه على الجسر. وبنرجع تاني للحاضر وبيوصل اجاكس للمخبأ بتاعه، وبيحكي الانجل عن كل اللي حصل، وبيقول لها انهم لازم يخلصوا على ديدبول في اسرع وقت لان هو دلوقتي بيشكل تهديد عليهم. وفي الوقت ده بنشوف ديدبول قاعد بيتكلم مع ماجو، ودي الست الكفيفه اللي هو عايش معاها، وبيقول لماجو ان هو خايف يواجه حبيبته بعد اللي حصل له. فماجو بتقول له ان فينيسيا لو بتحبه فعلا مش هتهتم بشكله، وافضل حل ان هو يروح يواجهها بالحقيقه لان الهروب مش هيفيد بحاجه. وعلى الجانب الاخر بيوصل اجاكس وصاحبته للملهى الليلي، وبيروحوا يسالوا ويزل عن مكان ديدبول. فطبعا ويزل بيتوتر جدا وبيقول لهم ان هو ما يعرفش حاجه عنه. وبتشوف انجل صوره ديدبول وفينيسيا على الحيطه، فبتفهم ان هي حبيبته. واجاكس بتجيله فكره فبياخد انجل وبيخرجوا بره الملهى الليلي. وبعدها بيتصل ويزل على ديدبول وبيعرفه كل اللي حصل، وبيطلب منه يجي فورا علشان يحلوا المشكله دي. وبعد شويه بيوصل ديدبول للملهى الليلي، وبيروح يراقب فينيسيا من بعيد وبيقرب منها علشان يواجهها، لكنه بيغير رايه في اخر لحظه وبيروح بسرعه يستخبى في الحمام. وفي الوقت ده بيروح شخص غريب يعرف فينيسيا ان ديدبول مستنيها بره الملهى، فبتخرج بسرعه علشان تقابله، لكنها بتلاقي اجاكس قدامها. وفجاه انجل بتظهر من وراها وبتضربها وبتخليها تفقد الوعي. وعلى الجانب الاخر بيخرج ديدبول من الحمام وبيروح يدور على حبيبته، ولكنه مش بيلاقيها في اي مكان. وبيخرج يدور عليها بره وبيلاقي المحفظه بتاعتها واقعه على الارض، فبيفهم ان اجاكس خطفها. وطبعا ديدبول بيتعصب وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبعد شويه اجاكس بيبعت له رساله وبيطلب منه يجي يقابله لوحده، فبيروح ديدبول بسرعه يلبس البدله وبيجمع كل المسدسات اللي في البيت. وبعد كده بيروح يقابل كولوسوس ونيجاسونك وبيطلب مساعدتهم، وبيشرح لهم الوضع بالكامل. فبيروحوا بسرعه هما الثلاثه وبيركبوا التاكسي مع دوبندور، وبيطلبوا منه يوصلهم عند المينا. وفي نص الطريق بيسمعوا صوت حد بيصرخ في شنطه العربيه، فديدبول بيسال عن مصدر الصوت ده، فدوبندور بيعرفه ان هو عمل بنصيحته وخطف الراجل اللي اخذ منه حبيبته، وحاليا هو موجود في شنطه العربيه علشان بيعذبه. وطبعا ديدبول وشه
بيجيب الوان لانه هو عارف ان كولوسوس هيبهدله. هو بيحلف لكولوسوس ان هو ما قالوش يعمل كده. وكل الحكايه ان دوبندور فهمه غلط لان هو هندي ومش فاهم لهجته كويس. وبعد شويه بيوصلوا لمكان اجاكس، وبعد ما بينزلوا بيكتشفوا ان هم نسيوا شنطه الاسلحه في العربيه. فبسرعه ديدبول بيتصل بدوبندور علشان يجيب له الشنطه، لكن في الوقت ده دوبندور بيعمل حادثه وموبايله بيقع منه. فديدبول بيقول لاصحابه انهم مضطرين يحاربوا من غير اي اسلحه، وفجاه بيلاقوا قدامهم عدد ضخم من الجنود المسلحين، وبتنزل انجل تاف قدامهم وبتستعد للقتال. فبيروح لها كوليسوس بكل ثقه علشان يخلص عليها، لكنه بيتصدم لما بيلاقيها اقوى منه بمراحل، لدرجه ان هي بتضربه لكمه واحده بس بتحدفه بعيد. وطبعا ديدبول بيفضل مكانه واقف ومش مستوعب اللي بيحصل. فبتضطر ميجاسونيك ان هي تستخدم قوتها الناريه وبتهجم بسرعه على انجل، لكن برضه ما بيحصلهاش اي حاجه. فبيروح ديدبول ياخد ميجاسونيك وبيستخبى بسرعه، وبيرفع رايه الاستسلام علشان الجنود توقف ضرب. وبيطلع يقول للجنود ان اجاكس بيعاملهم زي العبيد ومن الافضل انهم يسيبوه، وبيعرض عليهم انهم ينضموا لفريقه وبيوعدهم ان هو هيتعامل معاهم بطريقه كويسه. لكن بيكون واضح ان الجنود ما بيعجبهمش كلامه وبيبداوا يضربوا نار عليه تاني. فبيستجمع ديدبول كل قوته وبيهجم على الجنود بسيفه، وبيقدر يخلص على عدد كبير منهم. وبعدها بيشوف اجاكس واقف على السطح وبيكون معاه فينيسيا. فبسرعه ديدبول بيطلع له وبيتصدم لما بيشوف فينيسيا جوه الكبسوله، واجاكس بيقول له ان هو هيخليها مشوهه زيه. وفي اللحظه دي بيشغل اجاكس الكبسوله وبتبدا فينيسيا تتخنق. وبعدها بيروح يهجم على ديدبول، وبيحصل بينهم اشتباك عنيف هما الاثنين، لحد ما ديدبول بيقدر ان هو يكسر ازاز الكبسوله وبيوقف تشغيلها، وبتقدر فينيسيا ان هي تتنفس تاني. وطبعا اجاكس بيتعصب جدا وبيروح يضربه بشكل قاسي لحد ما بيوقعه على الارض. هو بيمسك سكينه وبيغرزها في دماغ ديدبول، وفي نفس اللحظه فينيسيا بتخرج بره الكبسوله وبتجيب سيف وبتغرزه في ظهر اجاكس وبتوقعه على الارض. لكن اجاكس بيقوم تاني وبيشيل فينيسيا وبيحدفها بعيد عنه. وعلى الجانب الاخر بنشوف ان المعركه لسه مستمره بين انجل وكولوسوس، ولما بتحس نيجاسونيك ان اصحابها في خطر بتضطر تولع في المكان كله، وبسبب شده الانفجار فالسطح بيتدمر تماما، وفينيسيا بتكون على وشك ان هي تقع، ولكن ديدبول بسرعه بيحطها جوه الكبسوله وبيقفل عليها. وبعد كده السقف بينهار تماما، وبعد شويه بتفوق فينيسيا وبتلاقي المكان متدمر حواليها. وبتروح نيجاسونيك تفتح لها الكبسوله وبتطمن عليها، وبيسمعوا صوت ديدبول وهو بينادي عليهم، ولكن مره واحده اجاكس بيهجم عليهم وبيحصل بينهم اشتباك، وبيقدر ديدبول ان هو يسيطر عليه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد قوته تماما. وبعدها ديدبول بيقرب منه وبيأمر يعالج له وشه، فبيفضل اجاكس يضحك بشكل هستيري وبيعترف له ان حالته ملهاش علاج اصلا وهيفضل طول حياته مشوه. وطبعا ديدبول بيتعصب جدا وبيطلع مسدسه وبيخلص على اجاكس. وبعدها بيروح يتكلم مع فينيسيا وبيعتذر لها لان هو اختفى فجاه من حياتها، وبيقول لها ان هو كان خايف يواجهها لان هو بقى شخص مشوه وكان خايف ان هي تتخلى عنه وما تتقبلوش. فبتروح فينيسيا تشيل القناع من عليه، ولما بتشوف وشه وبتكون مصدومه في الاول لكنها بتتقبل الامر، وبتعرفه ان هي هتفضل تحبه مهما حصل. وبيرجعوا لبعض تاني وبيخلص الجزء الاول. بيبدأ الفيلم بديدبول وبيكون رجع يشتغل قاتل مأجور تاني، وفي خلال فترة قصيرة قدر ان هو يقتل عدد كبير من اخطر العصابات في العالم. وفي يوم بيرجع ديدبول لبيته بعد يوم شغل طويل، وبيقابل مراته فينيسيا وبيحتفلوا سوا بعيد جوازهم الاول، وكل واحد فيهم بيدي للتاني هدية. فبيديها ديدبول عملة معدنية مصنوعة من الرصاص، ففينيسيا بتديله مانع الحمل اللي هي شالته وبتقوله ان هي عاوزة تخلف منه. وطبعا ديدبول بيفرح جدا بقرارها ده وبيحضنه بعض. وبالليل وهم قاعدين مع بعض بيدخل عليهم عصابه مسلحه، وبيحصل بينهم وبين ديدبول اشتباك عنيف، وبيقدر ديدبول ان هو يخلص عليهم كلهم، ولكن فجاه زعيم العصابه بيظهر وبيضرب نار على فينيسيا وبيقتلها. وطبعا ديدبول بينهار تماما وبيطلع يجري ورا زعيم العصابه وبيوقفه قدام عربيه وبيقتله. وبعد فتره بنشوف ديدبول قاعد مكتئب لوحده في الملهى الليلي، واصحابه بيحاولوا يهونوا عليه ولكن مش بيقدروا يخرجوه من حزنه. وبعد كده بيروح ديدبول لبيت الست العجوزة اللي كان عايش معاها واللي اسمها ماجو، وبيجيب من هناك كيس ممنوعات وبيبلعه علشان يقتل نفسه ولكنه ما بيموتش، وده لان هو محصن ضد الموت. فبيحاول بعدها ان هو ينتحر باكتر من طريقة ولكن بيفشل، وفي اخر مرة بيفجر نفسه وبيغمى عليه. وبعد فترة بيفوق ديدبول وبيلاقي نفسه في بيت كولوسوس، وبنعرف ان هو اللي جابه المكان ده علشان يمنعه من الانتحار، وبيطلب منه ينضم مع فريقه، لكن ديدبول بيعرفه ان هو محطم نفسيا ومش قادر يعمل اي
حاجة، فكولوسوس بياخده في حضنه علشان يهون عليه، وبيقدر في النهاية ان هو يقنع ديدبول ان هو ينضم لفريقه. وفي نفس الوقت بنشوف بطل خارق جاي من المستقبل اسمه كيبل، وباللحظة ان بيته متدمر تماما، وبيطلع كيبل من معاه آلة زمنية وبيدوس عليها وبيتنقل للوقت اللي احنا فيه. وبنرجع لكولوسوس تاني وبيعرف ديدبول ان عندهم مهمة خطيرة النهاردة، فبيحكي له ان في ولد خارق اسمه راسل عنده قدرة التحكم في النيران، والولد ده عايش في مركز تأهيل للأبطال الخارقين، لكنه فجأة اتقلب عليهم وولع في المكان وعاوز يقتل مدير المركز، ومهمتهم حاليا انهم يروحوا يمنعوا الولد ده عن اللي هو بيعمله. وبالفعل بعد شوية بيوصلوا لهناك وبيلاحظوا ان راسل دمر المكان تماما ومحدش قادر يسيطر عليه خالص، فبيروح ديدبول يتكلم معاه وبيقوله ان هو حاسس بيه لان هو عنده نفس شعور الغضب اللي جواه، وبيعرفه ان القتل مش هو الحل وان هو ممكن يستغل قوته الخارقة في حاجات تانية كويسة، ولكن راسل ما بيعجبوش الكلام ده وبيستعمل قوته الخارقة وبيطير ديدبول لبعيد، فبينزل ديدبول تاني وبيروح يضرب الولد على راسه وبيوقعه على الارض، وبعدها الشرطة بتروح تقبض على راسل وبيحطه طوق حوالين رقبته، والطوق ده بيوقف قوته الخارقة وبيرجعه انسان طبيعي. وبعدها بيقرب ديدبول من الولد وبيشوف علامات تعذيب وحرق على رقبته، فبيفهم على طول ان المدير بيعذبه، فبسرعة ديدبول بيمسك سلاحه وبيحاول يخلص على المدير، لكن الرصاصة بتيجي في شخص تاني ملوش ذنب وبيقتله، وبيفضل ديدبول يضرب نار بشكل عشوائي لحد ما كولوسوس بيروح يوقفه وبيقوله ان هو مصدوم فيه وبسبب اللي ديدبول عمله، فبيتقبض عليه وبيحط الطوق حوالين رقبته هو كمان، وبيتنقل لسجن الابطال الخارقين. وبعد شوية بيوصل لهناك وبيتحبس هو وراسل في زنزانة واحدة، وحاليا بيكون ديدبول ضعيف جدا لان السرطان رجاله تاني، وده بسبب الطوق اللي هو لابسه. وبعدها بيقعد راسل يتكلم معاه عن مشاكله وبيعرفه ان مفيش اي حد دفع عنه قبل كده، وبيقوله ان اول حاجة هيعملها لما يخرج من السجن هيروح يحرق مدير المركز، وكمان هيتصور جنب جثته علشان يكون عبرة لكل الناس اللي زيه. وعلى الجانب الاخر بنشوف كيبل وهو بيجهز اسلحته وبيستعد علشان يروح يقتحم السجن ويقتل شخص معين موجود هناك. وبنرجع للسجن تاني وبنشوف ديدبول وراسل قاعدين بياكلوا سوا، وفجأة بيجي مسجون اسمه بلاك مع فريقه وبيتنمروا عليهم، فبيروح راسل يمنعهم وبيدافع عن ديدبول، لكنه بياخد ضربة في وشه وبتوقعه على الارض، وكمان بيضربه ديدبول مع ان هو ما عملش حاجة. ولما بيرجعوا للزنزانة تاني بيروح ديدبول يتكلم مع راسل وبيطلب منه ما يدافعش عنه بعد كده لان هما مش اصحاب اصلا. وفي نفس اللحظة بيدخل كيبل للسجن وبيروح يدور على زنزانة ديدبول وراسل علشان يفجرها، وطبعا ديدبول بيكون مش فاهم هو مين الراجل ده وعاوز يقتله ليه اصلا، لكن الصدمة ان كيبل جاي اساسا علشان يقتل راسل، فبيروح ديدبول بسرعة يدافع عنه وبيدخل في اشتباك مع كيبل، ومرة واحدة بيقع ديدبول على الارض وظهره بيتكسر، لكن من حسن الحظ ان التوب بيتفك من على رقبته في اخر لحظة قبل ما يموت. وبعدها بيقوم ديدبول يدافع عن راسل قبل ما كيبل يقتله بثواني، وبيحصل بينهم اشتباك عنيف، فكيبل بيقول لديدبول ان هو جاي من المستقبل مخصوص علشان يقتل راسل ولازم ينفذ مهمته علشان يرجع للزمن بتاعه، لكن ديدبول بيرفض طبعا ان هو يسيبه يقتله لان هو مجرد طفل وبيكملوا اشتباك سوا، لحد ما القطعة المعدنية بتاع من ديدبول، وبيقرر كيبل ان هو ياخدها ويحتفظ بيها. وفجأة ديدبول بيقوم تاني وبيفعل القنبلة اللي مع كيبل وبيطر هما الاتنين برا السجن، وبيقع ديدبول في المية وبيحلم بمراته وبتقوله ان هي مبسوطة جدا من اهتمامه براسل وبتطلب منه ما يتخلاش عنه ابدا. فبسرعة بيخرج ديدبول من المية وبيروح يقابل صاحبه علشان يساعد راسل في ان هو يهرب من عربية الترحيلات، وده لان هم هينقلوه لسجن تاني بعد ما السجن اللي هو فيه اتدمر. وفي نفس الوقت بنشوف راسل في السجن وبيروح عند المنطقة المحظورة، والمنطقة دي بيكون موجود فيها اخطر سجين من الابطال الخارقين واللي اسمه جاغرينيت، وراسل بيديله اكل وبيطلب منه انهم يكونوا صحاب علشان ينتقموا من كل الناس اللي اذوهم. وفي نفس اللحظة بيعمل ديدبول انترفيو للابطال الخارقين، واول واحد بيعمل معاه المقابلة هو شخص بيقدر يتحكم في الكهرباء، وتاني واحد بيقدر ان هو يخرج احماض مميتة من جسمه، وتالت واحد بيكون عنده قدرة الاختفاء ومحدش بيقدر يشوفه، فمحدش بيكون شايفه اصلا في الانترفيو، ورابع واحد قال لهم ان هو جاي من كوكب مختلف عن كوكب الارض، وخامس واحدة اسمها دومينو وقالت لهم ان هي قدرتها الخارقة ان هي محظوظة، واخر واحد بشري عادي وما عندهوش اي قدرة خارقة، لكن هو زهق من حياته المملة فقرر ان هو يعمل حاجة جديدة بدل الزهق، فبيضطر ديدبول ان هو يوافق عليهم كلهم، وده لان هو ما عندهش اي اختيارات تانية،
تاني يوم ديدبول بيجمع كل الابطال الخارقين وبيركبوا طياره هليكوبتر وبيستعدوا علشان ينزلوا بالباراشوت على عربيه الترحيلات، وبالفعل بينطوا من على الطياره، واول واحد بيوصل للارض هو ديدبول، لكن الباراشوت بتاعه بيشبك في لوحه اعلانات فبيفضل متشعلق على اللوحه وبيراقب باقي الابطال وهم نازلين. ومع الاسف اول واحد بينزل بيخبط في عربيه وبيموت، وتاني واحد بينزل بيخبط في مراوح الهليكوبتر وبيموت هو كمان، وكل الفريق بيموتوا ما عدا دومينو لان هي محظوظه، فبيضطر ديدبول ان هو يكمل المهمه معاها. وبعدها بيروح يسرق موتوسيكل وبيمشي ورا عربيه الترحيلات لكنه مش بيقدر يوصل لها، فبتقرر دومينو ان هي تستعين بقوتها الخارقه وبتوصل عند عربيه الترحيلات بسرعه وبتضرب السواق وبتحذفه برا العربيه وبتسوق هي. وفي اللحظه دي كابل بيظهر وبينط في عربيه الترحيلات وبيدخل من الباب الخلفي وبيبدا يشيل كبسولات المساجين وبيحذفها برا العربيه علشان يعطل ديدبول. وبعدها بتروح دومينو توقف كيبل علشان تمنعه من قتل راسل، وفي اللحظه دي ديدبول بيوصل عندهم وبيحصل اشتباك بينه وبين كيبل، وفي نفس الوقت ده بيقدر راسل يفتح الكبسوله بتاعته وبيخرج وبيروح يحرر جغرانيت. وجغرانيت اول ما بيخرج بيضرب عربيه الترحيلات بكل قوته وبيقسمها نصين، وديدبول بيقع على كيبل ودومينو بتاعه على بالونه كبيره على شكل باندا، ولكن ما بيحصلهاش حاجه لان هي طبعا محظوظه. وبعدها ديدبول بيشوف جغرانيت قدامه وبيقول ان هو من اشد معجبينه وان هو بيسمع عنه من زمان، ولكن واضح ان جغرانيت ما بيعجبوش الكلام ده وبيروح يشيل ديدبول وبيقسمه نصين وبيمشي. وبعدها بيتكلم ديدبول مع راسل وبيطلب منه يتراجع عن اللي في دماغه وما يأذيش المدير، ولكن راسل بيطلب منه ما يتدخلش في قراراته وبيفكره لما قال له هو في السجن انهم مش صحاب وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بتروح دومينو وتشيل ديدبول على ظهرها وبتمشي. وبعد كام يوم بنشوف ديدبول قاعد بيتكلم مع ماجو عن المشاكل اللي بتحصل له، وفجأة اصحابه ويزل ودبندور بيدخلوا عليه وبينصدموا من منظر رجليه الصغيره لان هي لسه بتنمو بعد ما اتقطعت. وبعد شويه دومينو بتدخل عليهم وبتنصدم لان هي اول مره تشوف وش ديدبول من غير قناع. وبعدها بيتفقوا مع بعض على الخطه اللي هيحاربوا بيها كيبل، ولكن في نفس اللحظه بيلاقوا كيبل واقف وراهم فبسرعه كلهم بيطلعوا اسلحتهم، ولكن كيبل بيقول لهم ان مفيش داعي للي هم بيعملوه ده لان هو مش جاي هنا علشان يقتلهم، وبيعرفهم ان هو جاي من المستقبل علشان يخلص على راسل لان هو هيتسبب في موت مراته وبنته في المستقبل، وده هيحصل بعد ما راسل يقتل مدير المركز لان هو بعدها هيحب شعور القتل وهيتحول لمجرم خطير وهيقتل ابرياء كتير مالهمش ذنب، وعلشان كده الحل الوحيد لردعه هو ان هو يقتله. ولكن ديدبول بيعترض على الفكره وبيقول له انهم ممكن يتكلموا معاه بالراحه ويرجعوه عن اللي في دماغه ويغيروا افكاره، ولكن كيبل مش بيقتنع بكلامه وبيقول له ان هو هيديله مهله 30 ثانيه علشان يقدر يقنعه يغير رايه، ولو فشل هيضطر ان هو يقتله. فبيوافق ديدبول على الاتفاق وبيقوم يسلم عليه علشان يبداوا صفحه جديده سوا. وبعدها بيروح ديدبول لبيت كولوسوس وبيعتذر له على اللي حصل اخر مره وبيقول له ان هو محتاجه هو وفريقه في المهمه الجايه لان هو مش هيقدر يحارب جغرانيت من غيره، لكن كولوسوس مش بيهتم بكلامه. فبيروح ديدبول يركب العربيه وهو محبط وبيمشي. وبعد شويه بيوصل ديدبول وفريقه للمركز، وفي نفس الوقت بيوصل راسل للمركز هو كمان وبيفجر الباب وبيدخل، وبيكون جغرانيت واقف بره علشان يحميه، واول ما كيبل بيشوفه وبيخرج سلاحه وبيضربه وبيطيره لبعيد، لكن جغرانيت بيقوم مره تانيه وبياخد سلاح كيبل وبيضربه بقوه وبيحدفه على العربيه. وبعدها بيمسك ديدبول وبيحدفه على سور حديد. وبعد شويه ديدبول بيشوف كولوسوس قدامه وبيكون مش مصدق نفسه من الفرحه، فبيروح كولوسوس يشيل الحديده من دماغ ديدبول. وبعدها بيدخل في قتال مع جغرانيت، ولكن جغرانيت بيكون اقوى منه بكتير وبيفضل يضرب فيه لحد ما كولوسوس ما بيقدرش يتحرك من مكانه، لكن بعد شويه كولوسوس بيستجمع كل قوته وبيضربه بحديده وبيوقعه على الارض، وفي نفس الوقت الحراس بيجوا علشان يوقفوا القتال اللي بيحصل، فكيبل وديدبول بيروح يتعاملوا معاهم لحد ما دومينو تدخل المركز وتنقذ كل الاطفال اللي جوه. ولما دومينو بتوصل للمركز بتفضل تدور على باص علشان تجمع فيه كل الاطفال، وعلشان هي محظوظه بتلاقي باص قدامها بسهوله وبتنجح ان هي تنقذ كل الاطفال. وبعد شويه بيقدر ديدبول ان هو يدخل المركز قبل ما راسل يقتل المدير بثواني، وساعتها راسل بيحدف قذيفه في الهواء وبيولع في المركز كله،
وعلى الجانب الآخر بتكون المعركة مستمرة ما بين كولوسوس وجاغرانيت، وفجأة نيجا سونيك بتوصل هي وصاحبتها يوكو، ويوكو بتلف حبل حوالين رجل جاغرانيت وبعدها بيحذفوه في المية وبيتخلصوا منه. وبعدها بيروح ديدبول يتكلم مع راسل وبيقوله انه مش كل الناس وحشين زي ما هو فاكر، وبيطلب منه ما يستسلمش لقوة الشر اللي جواه، وبيقرب منه وبيحضنه وبيعتذر له ان هو سابه في السجن لوحده، ولكن راسل بيحدف عليه قذيفة نار وبيولع في هدومه. فبيقرر ديدبول ان هو يلبس الطوق اللي بيخليه يفقد قوته الخارقة، وبيطلب من راسل ان هو يقتله بدل ما يقتل الناس مالهمش ذنب. فبيستعد راسل علشان يقتله، وفي نفس اللحظة بيروح كيبل علشان يخلص عليه بالمسدس، لكن ديدبول بيروح بسرعة يقف قدام راسل علشان يحميه، ومع الأسف الرصاصة بتيجي في ديدبول وبيقع على الأرض. وفي اللحظة دي راسل بيرجع لوعيه وبيقرب من ديدبول وبيعتذر له لأن هو ما واثقش فيه من الأول، ولكن ديدبول بيعرفه إن هو مش زعلان منه، وبيقوله إن هو فخور بيه لأن هو ولد طيب وشجاع. وبنلاحظ كمان إن الدبدوب بتاع بنت كيبل شكله اتغير، وده معناه إن أسرته رجعوا للحياة تاني، وبالفعل خطتهم نجحت. ومش بيعدي وقت طويل وديدبول بيموت وبيحلم بمراته وبيقول لها إن هو سعيد جدا لأن هما هيرجعوا يعيشوا مع بعض تاني. فمراته بتقوله إنهم هيرجعوا يتقابلوا تاني ولكن مش النهاردة، ومش بيفهم ديدبول هي تقصد إيه. وبنرجع للفريق تاني وبيقرر كيبل إن هو يرجع بالزمن، وبيحط قطعة معدنية في هدوم ديدبول علشان الرصاصة ما تخترقش جسمه. وبعدها بيرجع كيبل للوقت الحاضر تاني وبيلاقي إن خطته نجحت بالفعل وديدبول ما ماتش، فبيشكره ديدبول إن هو أنقذ حياته. ولكن ديدبول بيكون زعلان لأن كيبل استنفذ كل الطاقة اللي موجودة في آلة الزمن ومش هيقدر يرجع لأسرته تاني. فكيبل بيقول له إن أهم حاجة دلوقتي إن أسرته عايشين في سلام، وبيقرر كمان إن هو ينضم لفريق ديدبول علشان يحاربوا كل الأشرار سوا. وبعدها بيروح راسل يفك الطوق من على رقبة ديدبول وبيستعدوا علشان يمشوا، لكنهم بيلاقوا مدير المركز جاي يتخانق معاهم ويشتم فيهم لأن من وجهة نظره إنهم أشرار ومحتاجين إعادة تأهيل. وقبل ما المدير يكمل كلامه بيجي دوبندور يخبطه بالعربية وبيموت على طول، وبعدها كل الفريق بيمشوا سوا وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق. ويلا سلام.